مشاهدينا اهلا بكم من جديد، ولازال حديثنا موصولا مع الدكتور ممدوح عبد الغني، مع المهندس ممدوح عبد الغني، لازقه في لساني خد الدكتوراه بقى يا باشمهندس، مع المهندس ممدوح عبد الغني ابن دايره منيه النصر. ايوه يا فندم ان شاء الله. باشمهندس، كنا قبل الفاصل بنتكلم عن موضوع مبادره الطاقه اللي بتطرحها في برنامجك. تمام. كنا عايزين، هل ده شعار برضو؟ عايزين نتاكد برضو. لا، هو مش شعار، ده شعار ولا برنامج يتم تفعيله؟ لا ان شاء الله برنامج يتم تفعيله، ووزاره الكهرباء ان شاء الله يعني في خطوات ابتديتوا تاخدوها. في خطوات فعليه بقى على ارض الواقع. فعليه على ارض الواقع. نعم. ان احنا فعلا زي ما بقول لحضرتك ان احنا، ويا ريت زي ما انت بتقول كده، ان الموضوع ده كتجربه لو اتعملت في عندنا في الدايره ونجحت. ما هي لو نجحت هتعمم ان شاء الله. تمام. ان يبقى في احمال الطوارئ تتعامل على خلايا شمسيه. اولا ال 500 كيلو وات خلايا شمسيه. نعم. سعره تقريبا قريب من سعر مولد الكهرباء، قريب تقريبا. نعم. فبالتالي هو طبعا الصيانه بتاعته تنظيف فقط. نعم. فبالتالي اسهل. واخد بال حضرتك؟ يعني انا لما في مستشفى مثلا فيها احمال طوارئ مهمه. نعم. ابدا ان انا افعل لها الموضوع ده، يبقى انا بحل مشكله فيها. ده اللي هو توليد الطاقه بالخلايا الشمسيه. وبالتالي انا بوفر في، يعني بوفر جزء من الطاقه في الشبكه، بوفره لاتجاه تاني للايه؟ نعم. في التخطيط يعني. تمام. طب ايه الخطوات الفعليه على الارض يعني اللي ابتديتوا تاخدوها؟ ما انا بقول لحضرتك الخطوات الفعليه ان احنا فعلا بندرس الموضوع ده مع ناس في شركه الكهرباء. نعم. واخد بال حضرتك؟ وان احنا نحاول ان احنا ننفذ الكلام ده على ارض الواقع. نعم. تمام. وربنا ييسر، حتى لو لم وفق ان شاء الله هو هتابع برضه في الموضوع ده. طب هل تم دراسه ميزانيه مثلا لمشروع زي ده، ولا لسه ما دخلتوش في الماديات قوي؟ لا ليه، يعني هو حاليا تحت الدراسه، انت عارف ان برضه يعني هو المشروع تحت الدراسه. تحت الدراسه. بعد الدراسه تبتدوا تعملوا يعني ممكن خلال الحسابات بتاعته. نعم. خلال شهور يبقى ايه، يظهر للنور. زي ما بقول لحضرتك. نعم. انا مش متفرغ للدايره كامل. أكيد. يعني انا موظف في مكان تاني، فانما ساعه ما ان شاء الله يحصل نصيب ابقى متفرغ. نعم. النقط دي هتبناها كاملا يعني، الملف. نعم. ده هتبناه كاملا يعني. فزي ما حضرتك قلت ان هو ايه، حوالي كام شهر كده ويبدا الموضوع يظهر للنور. نعم. تمام. يعني دلوقتي انتوا في مرحله الدراسه. أيوة. بعد كده تخشوا في مرحله الحسابات الماديه. تمام. بعد كده تخشوا في مرحله ازاي تجميع الماده، سواء من الحكومه او من القطاع الخاص او من القطاع الاهليات او المبادرات الاهليه. تمام. ده مثلث التنميه بتاع حضرتك. أيوة. برضه عشان ننسبه لك، نديك حقك. تمام. وبعد كده تبتدوا تخشوا في التنفيذ الفعلي بقى على ارض الواقع ان شاء الله يا فندم. طب هل المشروع دوت يوفر فرص عمل لشباب كتير؟ طبعا. يعني هو اولا بالفعل في شركات صغيره يعني موجوده في مدينه النصر. نعم. بتبيع الخلايا الشمسيه دي، فاحنا بدل ما نشتري كويس. من السوق في مصر، ممكن نشتري منهم، يبقى احنا برضو يعني بنخلق فرص عمل عندهم، بحيث ان هو برضو يتابع الايه الصيانه بتاعتها قدر. نعم. المستطاع. لو بس طبعا ديت ايه، هنشوف انت عارف حضرتك لما ساعه الماديات ممكن تبقى حسب حجم الحاجة اللي أنا أشتغلها. نعم. ممكن تبقى حاجة مناقصة صغيرة، ممكن تبقى مناقصة كبيرة، بس أنا طبعا أتمنى أن هي تبقى حسب دراسة الجدوى اللي هتتعمل. وحسب الإمكانيات المتاحة. أتمنى طبعا. تمام. تبقى مع أي حد من أبناء البلد، وبالتالي هيبقى الصيانة بتاعتها سهلة لو فيها شغل صيانة. وعموما صيانة الخلايا الشمسية زي ما احنا قلنا مجرد نظافة مش أكتر يعني. نعم. وما بتستهلكش بقى لا سولار ولا بنزين، يبقى أنا بحاول أحل مشكلة طاقة نظيفة. طاقة نظيفة. وبوفر جزء من الطاقة للاستخدام تاني. جميل. تمام. طيب يا باشمهندس، بلاش دكتور يا باشمهندس. تمام. دلوقتي لو حضرتك ربنا كرمك ان شاء الله ودخلت البرلمان القادم. تمام. تمام. البرلمان جوه مقسم للجان زي ما فهمنا الجمهور، والجمهور بتاعنا عارف الحمد لله بقى مثقف. الحمد لله. طبعا الحمد لله. حضرتك تحب تنتمي لاي لجنه؟ والله انا في اللجان اللي تهتم بالصناعه. نعم. طبعا هتبقى لها اولوياتي. أكيد. لان طبعا انا ملم بجزء كبير من الصناعه، لان انا اشتغلت في شركات خاصه. نعم. كمهندس تنفيذ في مصانع دخلت. نعم. اكتر من 23 مصنع في المدن الصناعيه. اكيد. فيعني دي ادتني خبره شويه المشاكل بتاعتهم، وعلى صله بعض المصانع ديت المتوقفه. وعلى فكره بالمناسبه برضو. نعم. في بعض المصانع المتوقفه كثيره جدا، ودي برضو انا بتمناها كحلول لمصر. دي يعني متوقفه لاسباب ماديه ولا الاسباب طاقه؟ والله الاسباب البلد بقى يعني، ولا اسباب مختلفه. يعني في مصانع منها تبع تركيا، وفي مصانع مش عارف تبع ايه. يعني في اسباب سياسيه وفي اسباب ماديه، وفي اسباب سياسيه واسباب ماديه واسباب اقتصاديه. نعم. فطبعا انا الملف ده بالنسبه لي يعني حاسس ان انا هلاقي نفسي فيه بالبلدي كده ان شاء الله. يعني هلاقي نفسي ان انا هتقدر تخدم مصر من خلاله. هقدر اخدم مصر ككل. نعم. من خلال ملف الصناعه. نعم. هقدر ان انا اشوف زي ما احنا قلنا قبل كده ان احنا نحل مشاكل الصناعه الموجوده عند المستثمرين، سيان كبار او صغيرين، المهم المصانع تشتغل.
نعم. اللي عنده مشكله اما صنعه تشتغل العجله تدور هيستوعب عماله اكتر. نعم. هيستوعب فنيين اكتر، هيستوعب مهندسين اكتر، يبقى انا بحل مشكله ثانيه اهو اللي هي مشكله البطاله. فبالتالي ملف الصناعه او لجنه الصناعه يعني ملف مهم جدا بالنسبه لي، وانا عندي خبره فيه الحمد لله كويسه، اقدر ان انا كشاب حتى اسعى في اتجاهات كثيره ان انا يعني حتى لو في اكيد طبعا في لجنه الصناعه هيبقى نعم. في ناس اكثر مني خبره وناس اكثر مني علم، فطبعا ان انا حتى اكون مساعد لهم يعني وابقى اشرف بكده يعني. تمام، ده تواضع يحترم من حضرتك. لا انا اتمنى، انا عشان كده بتمنى نعم. ان مجلس النواب القادم يكون فيه علماء ان شاء الله، يعني عشان انا ابقى انا بالنسبه لهم يعني حاجه صغيره كده اسعى معاهم لحلول المشاكل. ما هو احنا عايزين مجلس النواب القادم يكون مجلس نموذجي على قد ما نقدر وعلى قد ما الشعب المصري ان شاء الله يساعدنا. تمام، وده اللي احنا بنقوله من البدايه. ويكون في دماء جديده وفي شباب عشان ياخدوا خبرات الناس الكبيره، بس اهم حاجه ما ايا كانت الطوائف الموجوده داخل مجلس النواب لازم يكون في ناس كبيره موجوده، كبار صغيرين، يكون علماء بقى، يا ريت يكون في علماء. انا يعني اكيد ما ده بنطالب بيه. بوجه رساله لكل واحد يعني يقدر يفيد بلده، في من يفيد بلده كبلد كمصر. نعم. مش كدايره. نعم. يتوجه للانتخابات ربما ان شاء الله يحلفوا الحظ ويكون في لجان من اللي ممكن تحل مشاكل مصر، ده اللي بتمنى. عشان كده وطبعا لو ما حصلش نصيب وكلامه تتنفذ، سياده الرئيس طبعا معاه 25% كوتا او اللي حضرتك اتكلمت فيها. نعم. قبل كده، فيعني يا ريت برضه الكوتا دي 25% تعيين تبقى مركزه. 25% 5% ال 25 عضو يعني 25 عضو 25 عضو اللي هم بتوع الكوتا دول. نعم. يا ريت سياده الرئيس بنوجه رساله ليه ان هو يركزهم في الاتجاه ده. تمام. نعم. انه يركزهم في اتجاه ان هم علماء يفيدوا البلد، لان زي ما احنا قلنا البلد مش هتقوم غير بعلماء بالعلم. بالعلم. نعم. يعني عايزين بقى نبدا الثوره اللي احنا بنقول عليها. هو في اتجاه من بدايه وضع الدستور ان احنا نهتم بالعلم والعلماء والبحث العلمي، وده كان باب يعني مغلق بقاله سنين. كلام جميل جدا يعني، فين بقى عايزين نفعل الكلام ده؟ ان شاء الله يفعل. لا ده هنقوله بقى في اخر الكلام. احنا هنطالب بقى الحكومه النهارده بحاجات كتيره، وهنطالب سياده الرئيس يكون لينا نداء معاه في النهايه. وهنحاول نطالب بكل الحاجات اللي احنا عايزينها. بس انا دلوقتي عايز اعرف من حضرتك كمرشح للشباب، تنصح الشباب تقول لهم ايه؟ اولا بنصح الشباب ان هو يتمسك بالقيم الدينيه والاخلاق. نعم. نرجع لديننا الحنيف. وعلى فكره بالمناسبه برضو يعني في ملف التعليم، نرجع لملف التعليم تاني سنه، يا ريت برضو في ملف التعليم نهتم شويه بالتربيه الدينيه. يا ريت التربيه الدينيه تبقى موجوده ماده اساسيه. يا ريت بناشد وزير التعليم ان هو يهتم بالقيم الدينيه سواء مسيحيين او مسلمين. ده انا متفق مع حضرتك فيه تماما. يعني يا ريت يعني انا كنت بطالب بيها فعلا ان ماده الدين يا جماعه ما تنفعش تبقى ماده اساسيه زي الرسم والالعاب. ماده الدين دي مادة تربية، مادة أخلاق، مادة بتعلمك اللغة العربية كمان. تمام، نهتم بيها، لأن نعم. طبعا احنا كل ما بتيجي تناقش مع حد دلوقتي يقول لك احنا مفتقدين للقيم والأخلاق. احنا نعم. القيم والأخلاق راسية عندنا، بس محتاجة بس تفعل. تفعل. نعم. زي ما احنا قلنا هيبقى دوري معظمه تفعيل. يعني محتاجين ان احنا نفعل القيم والأخلاق دي. نعم. وان احنا بناديهم يشتركوا معايا في ثورتي اللي احنا قلنا عليها، الثوره الثالثه اللي هي ثوره العمل وثوره الصناعيه، وان هو الشاب برضه دي غير ثوره يوم 28 يوم الجمعه. لا مالناش دعوه بثوره 28. بالمناسبه يعني ثوره 28 ديت. نعم. انا طبعا يعني اهم حاجه فيها ان يعني مش عايز اي شاب ينجر للعنف. نعم. يا ريت بوجه رساله للشباب، يا ريت ما تنجرش للعنف. ما احنا المفروض بقى نجرهم احنا يعني. أيوة. ما نجرهمش العنف. الشباب قوه خامله. قوه مهمله ومهدره داخل الدوله. هم وقود الثورات. نوجه بقى، انت اضطريتني اوجه بقى بدري. هنا انا بوجه ندائي لرئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبوجه كلامي للمهندس ابراهيم محلب. انتوا بتقولوا الشباب فعلا معاكم وعايز يساعد. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال انا عايز الشباب، عايزكم معايا. والشباب قال له احنا معاك. بس فاضل بقى يحط لهم برنامج ازاي الشباب يشارك، ازاي الشباب فعلا يقدر يتفاعل مع رئاسه الجمهوريه، ازاي الشباب يقدر يتفاعل مع البلد، كلام جميل، يتفاعل مع الحكومه. صح. مش عايزين برضو شعارات. تمام. يعني عايزين يتحط، يعني الرئيس قال كلام، المفروض الناس بقى اللي شغاله بعديه تاخد الكلام ده تطبقه وتحط له منهج، تحط له خطوات، تفعل الكلام ده. تمام. يبقى كده احنا فعلا بنساعد اللي عايز يشتغل. يعني ما يبقاش الرئيس عايز يشتغل ورئيس الوزراء عايز يشتغل واحنا قاعدين نتفرج نشوفهم هيعملوا ايه. لا، عايزين نساعدهم بقى. بالظبط، عايزين الشباب يعني نجرهم من العنف او من اي وقود ثورات ايا. نعم. كانت. نعم. للثوره اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي ثوره العلم والعمل، على اساس ان احنا وبرضه يعني انا عارف ان الشاب مظلوم،
لانه برضه هيقول لي يا باشمهندس انت بتقول لي ثوره علميه وانا لا اشتغل ولا لا اعمل. ما ماشي احنا زي ما احنا قلنا كده. وهنا بقى احنا بننادي ان خطوه خطوه اشتغل شغل متواضع. نعم اشتغل شغل متواضع. نعم يعني سيد القوم خادمهم. اشتغل شغل متواضع لغايه ما توصل. مش عيب ان انا ابقى مهندس واشتغل مدرس كمبيوتر ولا اشتغل ولا اشتغل ولا اشتغل. ماشي لو هتشغله بشهادته ماشي، انما ما يبقاش مهندس تقول له تعالى اشتغل لمك ماما من الشوارع. لا ما مش للدرجه دي. صعب. لا مش للدرجه دي. لا بس فعلا بتقابلنا نماذج كتير. لا يعني مو يعني ممكن يبقى في نماذج زي ما حضرتك بتتكلم فيها بس مش معنى كده يعني. يعني بس الفقر والبطاله والحاجات ديت فعلا أوه. حاجه بتقطم وسط الشباب. بس هو معلش برضو عايزين نرسخ الكلام ده. نعم. دي حاجه بعيده عن البرنامج ان الشاب برضو ما يتكبرش على شغل. مش عيب ان انا اشتغل. لا مش بعيد عن البرنامج، اي حاجه فيها توعيه ده اساس البرنامج. طيب خلاص توعيه. توعيه ان احنا بنوعي الشباب برضو ما تكبرش على اي شغل. انا زي ما قلت لحضرتك اشتغلت قبل كده في الغيط واشتغلت في ورشه. انا كمهندس اشتغلت في ورشه. ماشي ما هو الشباب. لا انا هنا بتكلم بقى انا كده خليني اتكلم. لا بس انا اشتغلت في ورشه عشان برضو كل المشاهدين يعرفوا قبل ما اتخرج. يعني وضع يختلف. الشاب المصري ما بيتكبرش على شغل. ايوه بالظبط. بس الشاب المصري بيدور عايز الطريقه، اعلن له، ادي له فرصه. بالظبط هو ده اللي احنا في حاجه كده يعني نحط تحتيها خط ان عند الوظائف الحكوميه او الوظائف القطاع الخاص، حتى مش هنتكلم على الحكومه بلاش الحكومه خالص، وظائف القطاع الخاص لو في وظيفه في مصنع بتلاقي الواحد جاب قريبه وبعد كده بيبتدوا يعلنوا. طيب يبقى الاعلان هنا روتيني. كل المشاكل ديت ان شاء الله ستحل بعد البرلمان. يعني بنشد زي ما حضرتك قلت البرلمان. البرلمان تقسيم الدوائر ينزل بقى عشان نقدر ان احنا يا ريت احنا بنستعجل تقسيم الدوائر. يا ريت ينزل عشان كل واحد يعرف الدائره اللي تبعه ايه. يعني تقسيم الدوائر يبدا بقى يورينا برنامجه فعلا المرشحين يظهروا للنور. نعم. ويبدا كل يعني كل حد يبقى عارف هيعمل ايه بالظبط. نعم. واخد بالك ويتفاعل مع ابناء دائرته. نعم. على اساس ان احنا بعد اعتقد بعد البرلمان ان شاء الله ان شاء الله جزء كبير جدا من مشاكلنا هتتحل اكيد. يعني نتمنى ونتمنى البرلمان يبقى اهتمامه. نعم. بالمشاكل الداخليه يعني حل مشاكلنا الداخليه. زي يعني البطاله وي دي مشاكلنا داخليه. نعم. مشاكلنا السياسيه وانتصاباتنا. دي مشاكلنا الازليه. وانتصاباتنا دي نسيبها لحد تاني يعني. نعم. يعني نحل في البرلمان نحل مشاكلنا الداخليه اللي هي التعليم والبطاله وكل المشاكل اللي احنا ذكرناها. كل ده يتحل بتفعيل دور الشباب. ايوه بالظبط. ان الشباب هو وقود الامه. هو قوه اي مجتمع الشباب. بالظبط. وزي ما كان وقود الثوره زي ما احنا قلنا ثوره 25 يناير و30 يونيو يعني هو قوه فاعله لو استخدمتهاش استخدام ايجابي هيتم غيرك هيجتذبهم ويستخدمهم استخدام سلبي. هي طاقه معايا يا اما تفضل خامله يعني في جزء هيفضل خامل وفي جزء انت هتعرف تقنعه انه يشتغل شغل ايجابي وفي في ناس تاني ناس هتجتذبه ويشتغل شغل سلبي ضد الدوله. وعايزين نجذبهم لمبادرات في اتجاهات اخرى. ازاي؟ ما انت بقى فعل الشباب. يعني تفعيل. يعني انا عجبتني النهارده مبادره مهذبون. نعم. على الفيسبوك. مبادره دي مبادره اخلاقيه من درجه اخلاقيه جميله. جميل. واخد بال حضرتك المبادرات الاخلاقيه ديت عايزين نهتم بيها. نعم. واخد بال حضرتك عايزين نهتم بالحاجات التوعيه الدينيه. نعم. عايزين نهتم زي ما احنا قلنا بالتعليم والجزء الديني ده. نعم. وفي ملف التعليم تمام. وبالتالي هنجر الشباب زي ما احنا قلنا الثوره معانا بقى. يعني دلوقتي لما العجله تدور. نعم. والمصانع احنا عندنا اكتر من 6000 مصنع. اكتر من 6000 مصنع متوقف. 6000 مصنع في مصر متوقف. مشاكلهم طب كتير. طب ليه؟ ما نحاول نحل المشاكل ديت ونشغلهم. تحاول الوقت في وضع البلد في حاجات بتتحل وحاجات ما بتتحلش وحاجات بتبقى محتاجه قرارات سياديه وحاجات بتحتاج. نعم. برلمان عشان خاطر يدي قرار فيها. نعم. فاعتقد ان دور البرلمان فعال في الموضوع ده قوي. عشان كده انا حابب لجنه الصناعه ان انا فعلا لو انا اديت دوري في البرلمان. نعم. في الصناعه هحس كده بنفسي ان انا بحل مشاكل من مشاكل مصر. نعم. واخد بال حضرتك ان مشاكل الصناعه زي ما احنا قلنا هتجر وراها مشاكل كتير. اكيد هتجر وراها مشكله التعليم. هتقول لي. نعم. ازاي؟ هقول لك الصناعه نفسها احنا الصناعه لما تكون شغاله كويس بيطلعوا الناس يتدربوا. نعم. يتدربوا. يبقى انا دلوقتي بدرب الناس من خلال الصناعه. واخد بال حضرتك يبقى انا بعلم الناس اهو. طب ليه ما اعملش الربط ده بدري شويه؟ يعني اعمل ربط من الاول التعليم الصناعي، يعني اربط التعليم بالصناعه مثلا، التعليم الصناعي عندي يبقى اللي المصنع ده عايزه هو اللي انا اعلمه للطلاب الدفعه دي مثلا. ما هو اللي المصنع ده عايزه كده يبقى في ربط بين التعليم وسوق العمل، ما يبقاش التعليم كده وسوق العمل كده. ويطلع خريج مخلص جامعته او مخلص دراسته يدور بقى يتعلم حاجه من اول وجديد. بالظبط لانه سوق العمل اللي بيفرض عليه، انت عارف. طب بالظبط يبقى انا طب ما هو سوق العمل اللي بيفرض عليه، لما سوق العمل يفرض عليه ان هو يشتغل في مصنع. نعم. مثلا وهو مثلا دبلوم صنايعي قسم من النجاره مثلا ويتفرض عليه ان هو يشتغل في الكهرباء. نعم. فبالتالي مضطر ان هو يتعلم كهرباء. فالمصنع نفسه لو عايز عماله
نعم. واخد بال حضرتك؟ بيطلعهم يتدرب. احنا عندنا في كمان الحكومي بنطلع ناس تتدرب على الامن والصحه والسلامه المهنيه، وعلى ان هو يبقى كذا وكذا، بحيث ان هو يبقى عنده اللي يقدر يدي بيه المكان اكتر. اكيد. واخد بالك؟ وده حكومه، يعني الموضوع بقى فيها صعب. ما بالك بقى القطاع الخاص، المفروض ان هو اللي احنا بنتكلم عليه، المشكله العامه المصانع دي معظمها قطاع خاص. أكيد. لما تتحرك هتحرك معايا ايه؟ تدريب الشباب اللي انا بتكلم عليه، سيان تدريب الشباب ده هيبقى تابع لمركز الشباب ولا تابع للمصانع؟ تمام. كمان هيحرك معايا كمان ايه؟ زي ما قلنا البطاله، لان طبعا المصانع لما هتشتغل هيبقى هيستوعب عدد كبير جدا من البطاله. المفروض ده يتم تفعيله عن طريق وزاره الشباب ووزاره الصناعه على ما اعتقد، مع وزاره التربيه والتعليم. تمام. بفي تكاتف بين الوزارات كده وعمل مشترك، نعمل كده كلنا كفريق عمل واحد، هنطلع منتج، هنطلع حاجه تفيد مصر فعلا، ولا مش معايا؟ لا مع حضرتك صح. لما نستغل طاقه الشباب محدش هينزل يعمل مظاهرات. لو حضرتك دلوقتي شاب عندك وظيفتك وعندك بيتك والحياه معاك كويسه، ابنك بيتعب بتاخده بتروح مستشفى بتلاقي علاج كويس، ايه اللي يخليك تنزل الشارع؟ المشكله نرجع تاني لنفس النقطه، هي التمسك الديني. نعم. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: نعم. وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات. نعم. يتخذ بعضكم بعضا سخريه. ربنا نعم. سبحانه وتعالى ما وقفش الايه على كده، قال نعم. ايه؟ ونعمه ربك خير مما يجمعون. انا عايز كل شاب نعم ياخد الايه دي ويفهمها كويس قوي. ان ربنا سبحانه وتعالى خلقه في درجه معينه. نعم. تمام. مش معنى ان فلان احسن منه ان خلاص الامامه، لا، ده هو ممكن يسعى بالعمل ان نعم. هو يطور من نفسه للدرجه الاعلى. اكيد يكون عنده طموح. وربنا سبحانه وتعالى ختم الايه بايه؟ ونعمه ربك خير مما يجمعون. يعني انت مهما تكون معاك من الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى لازم يكون عندك رضا. نعم. عندك رضا ان انت بالوضع ده، واخد بال حضرتك؟ وبتسعى انك تطور من نفسك، تسعى تدور من ادائك، واخد بال حضرتك؟ ما ينفعش اطالب بمساواه ان يبقى حد مثلا عامل يتساوى مثلا بدكتور، ده مش مساواه. ليه؟ معلش، مع هو ده بيشتغل وده بيشتغل، ده بيبذل اكثر جهد وده بيشتغل بس جهد. يبقى فين الحميه اللي انا ولدتها عند الشخص ده بقى دكتور؟ نعم. ده اللي انا بتكلم فيه انا، بس يعني الحته ديت ممكن تزعل ناس كتير مني، بس انا بقررها. لا، انا مبدئيا اول واحد بختلف مع حضرتك. ماشي. انا بقول المفروض كلنا بنعمل، طالما العمل شريف يبقى كلنا زي بعض. ماشي، بس مش معنى كده نغير الثقافه إن دي بقى. لا شوية. لا معلش، مش معنى كده ان انا مثلا كدكتور جامعي مثلا اتساوى مثلا بشخص مثلا درجته عامل. احنا على فكره يعني مش عنصريه ولا حاجه، بالعكس انا عايز العامل يطور من نفسه، وده بالفعل في عندنا عمال في المزرعه او نعم. في المكان اللي انا شغال فيه بتطور من نفسها. هو نعم. شوف بقى لما انا بقول لما بيلاقي مهندس مثلا راتبه اعلى هيبدا يطور من نفسه. طب ما انا اتعلم، تمام، طب ما انا اخد بكالوريوس هندسه، طب ما انا فاهم. طيب يا باشمهندس، اللي انا بنادي بيه مش بنادي، يعني مش معنى مساواه. المساواه معناها يا اخوانا ان كل واحد في درجته، ان انا مثلا كفرد ام اساوي نفسي بفرد ام شغال في مكان تاني. نعم. ان انا كمهندس كهرباء اساوي نفسي بمهندس كهرباء شغال في قطاع تاني. نعم. دي هي المساواه اللي انا بنادي بيها، مش المساواه دي العداله الاجتماعيه اللي بنطالب بيها. ان كلنا خارجين سنه واحده تخرج واحد، ما ينفعش واحد بياخد 50,000 وواحد بياخد 1200 جنيه. والحد الاقصى من الرواتب طبعا. ده موضوع كبير يعني. طيب في عجاله يا باشمهندس، تقول ايه للنخيب اللي نازل ينتخب في الصندوق؟ يعني دلوقتي انا رايح اهو انتخب وذاهب للصندوق، انصحني نصيحه، قول لي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ والله لو انا راجل كبير، لو انا راجل عجوز، لو انا مثلا شاب صغير، اي حد. يعني اوجه رساله للساده المشاهدين وللجمهور. نعم. ان هو لما يتوجه لصندوق الانتخاب يختار المرشح بناء ان هو يعرف المرشح ده، يقرا السي في بتاعته كويس. نعم. يعرف هيقدم ايه لدايرته. نعم. ويعرف هيقدم ايه لمصر. نعم. يقدر يقدم ايه لمصر، عنده من النشاط والعلم يقدر يقدمه لمصر. نعم. اختاره. مش انا مش ضد برضو كل الفئه معينه، مش ضد. طيب حد. في ناس هنا هتقول لحضرتك طب انا اعرفه ازاي؟ ما كلهم بيقولوا احنا جايين نعمل وجايين نخدم وجايين نسوي. والله انا يعني زي ما بقول لحضرتك ان هو يختار. نعم. اللي له صله قبليه بيه زي ما حضرتك بتتكلم. نعم. ويختار معاه حد تاني من ابناء الدايره. لا انا ما قلتش يختار صله قبليه. انا بقول نبعد عن العصبيات والقبليات. لا قلت يختار واحد تشريعي وواحد رقابي. ويكون بينهم واحد عالم علشان يخدم مصر. تمام. علشان ما نرجعش بعد كده كل واحد داخل يخدم اهله وعشيرته وقبليته، وبعد كده نسيب بقى الاتفاقات اللي عايزه تمرر واللي عايز يحصل يحصل. لا، احنا عايزين رقابه. مجلس يا جماعه افهموني كويس يا شعب مصر، خليكم معايا. مجلس النواب القادم مجلس مهم جدا. مجلس النواب القادم لازم عضو مجلس النواب اللي داخل، لو سمحت انا بقول لك اهو من هنا، لو سمحت
لو حضرتك داخل عشان خاطر مصر اهلا وسهلا بيك وهنقف وراك وهندعمك. لو حضرتك داخل لمصلحه شخصيه ارجوك بلاش المجلس ده، ارجوك بلاش عصبيات وقبليات. يا شعب مصر انتخبوا الافضل، نشوفكم على خير. نشكرك يا باشمهندس على الحلقه الجميله دي. بصوت بصوتك وبشكرك في نهايه البرنامج. ربنا يخليك. واخر حاجه بنقولها يا ريت الحكومه تفعل دور الشباب، قولوا للشباب يعملوا ايه بالظبط. الشباب عايزه تساعد يا سياده رئيس الجمهوريه. الشباب قلت يلا انا عايزكم معايا، الشباب جاهز معاك، ودي رساله على لسان الشباب بوصلها لحضرتك. الشباب جاهز معاك، بس قول لهم يعملوا ايه وهتلاقيهم وراك. وتحيا مصر، واحنا عايزين مصر دايما افضل، وان شاء الله مستقبل افضل لاولادنا. نشكركم على حسن المتابعه، على وعد بلقاء اخر نشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.